ملاك رضوان حلينا يا ملاك. تماما أكسبت. شاطك الجملة لأن هاجس هسه ايش كان؟ الفيديو هاجس سببيه للمكتبة هسه للمشكلة. كان يلا طلاب، ما ضل معنا وقت كتير، خلونا نخلص هالكم سؤال. تماما أكسبت. الشاطك الجملة لأن هاجس الفيديو يلا هاجس سببيه للمكتبة للمشتري. آه، ışıklandırma yapılan yolda sürücüler daha rahat ilerledi. Mesela bir sebep التنوير اللي صار بالطريق، مثلا يعني الشوفيرين او السواقين صاروا يسوقوا بشكل اريح انهم مرتاحين. ايوه بس هي ما بتوقع فيها يعني، انا هيك حسيت. مظبوط، هاي ما في يد. طيب جملة ب İş yerinde çok yorulduğundan bir an önce eve gitmek istiyordu. Mesela anne kütür tayyip bir şıgıl kem bir doyru halbet. Anse heyfiye. Neş bir doyru halbet? Lanna tayyip kütür bir şıgıl. انسى صح فيا، برافو. معناتها جوابنا هو ب ب، برافو ملك، يعطيك العافية يا رب، جوابنا هو ب. يلا رح ننتقل هلا على السؤال 11. مصطفى رضوان عم تسمعني؟ مصطفى الثاني، مصطفى محمد رضوان. انسى يلا حلنا السؤال 11 مصطفى. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaçlanış ilişkisi vardır? A. İnsanları tanıyabilmek için onlarla vakit geçirmek gerekir. Ense. Eyvah. Hay fiyye. Fiyye. Bravo. Ma'ta şu cevabı? A. معناتها جوابنا ايش عم بقول لي هون السؤال؟ عم بقول لي شو، وين عندي اي سؤال فيه قماش ونوج؟ مثل ما قلنا قماش يعني فيه هدف. انسانلار تانيا بالميك اتشين، ها هو القماش. اونلار لا فاكيت كتشير ميك جيري كير، شو هاي؟ سونوج. طيب الجمل اللي بعدها بشكل سونوج. سريع مصطفى، قل لهم لرفقاتك ليش ما الجواب؟ بصيروا؟ الجواب ايوه الجواب B. Anne sevgisi bencil duyguların en üstündür. C. Güçlükler başarının değerini arttırdığı için hep zor işler seçerdi. D. Mum alevi güneş karşısında ışık vermez. Hon fi andi şi bi hedel cümel ama sonuç. La ense. La ense. Mesela cümle 5 abit illi. Anne sevgisi bencil duyguların en üstündür. شايفين هون ما في عندي شيء انه انا والله هدف معين بدي اوصل له. نفس الشيء مثلا موم الي في جونيش كارش سنتا اشك بيرمز، يعني مثلا هون شو عم بقول لي؟ لهيب الشمعه مقابيل الشمس الشو ما بيعطينا ضوء. تمام، ما في عندي بهالجمله مثلا اماد سونوتش. يلا بظن واضح السؤال كثير، نجي على السؤال 12. انسي السيده شو جوابه؟ انسي تفضل. بس 11 جوابه. 11 جوابه ناس السؤال 9 شو؟ سؤال 9 10 ب 11 ماشي؟ يلا خلونا مشان نلحق نحل بقية الأسئلة. السؤال 12 مين رح يحل لنا إياه؟ أنا طيب بس أشوف على الزوم مين دخل وأقبله. دقيقة بس شوي. يلا سؤال 12 مين عم بقول؟ أنسى أنا؟ أنسى ملاك. أنسى أنا كمان ملاك رها. يلا ملاك حلينا إياه. Öneki, aşağıdaki cümlelerden hangisi neden sonuç ilişki yoktur? Ha tamam, entubu ala sıghatı sual. İş ab illi ha neden sonuç yoktur? Yani cümle tahti ayı mafiye neden sonuç? Tamam. Yalla, alinna avval şey A. Sınavlar gelirken yaygılar mutlu, erdek, kelem ve silgi getirdik.
Ense hayfiyer cümle neden sonuç? Sınava gelirken yanımda mutlaka yedek kalem ve silgi getirirdi. Fiye hay neden sonuç? Le. Le ense fiye. Le ense. Ense mafiye. إيش ترجمة الجملة ملك؟ أنسى يعني وقت تروح على الفحص لازم يكون جنبك يعني ألم ومحاية واحتياط. أيوة، هاي فيها شيء ندن وفيها صنوت شيء؟ إنه بسبب هيك صار هيك؟ ما فيها، معناتها جوابي؟ جوابي هو طيب، بنشوف بقية الجمال بشكل سريع، إيش عم تقول الجملة بي؟ تفضل. يلا الجملة الثانية بإيش بتقلي ملك؟ ب يولكتا أياكتا دورك حالي كالمامش. أنسى يعني من التعب ما تم له حال بيوقف على رجليه. أيوة معناتها هون في عندي أنا ندان صنوش مظبوط. إيش هو الندان؟ يورغون لقطان يعني من التعب. معناتها هي الجملة فيها ندان صنوش. طيب الجملة جي جي فكرت إنه أنا هي فيها ندان صنوش. الجملة جي جي كارشملار مطلو etmeye sevindiği için onlar küçük hediye aldı. أنسى يعني مشان يفتحوا أخواته الصغار أخذ لهم هدية يعني صغيرة. أيوة هاي فيها ندان صنوتش ولا ما فيها؟ فيها أنسى. برافو هاي فيها ندان صنوتش. طيب نرجع الجملة الأخيرة. دي هوا durumları derinliği şemsiye yanına getirmiş. أنسى يعني من برود الجو أخذ جنبه شمسية. أيوة معناتها في عندي هون سبب سنوج. هانجي سندي ندان سنوج إلشكسي يوكتور بأي وحدة قلنا ما فيها ندان سنوج؟ جملة؟ يلا هلأ رح ننتقل على السؤال 13. مين رح يحل لي إياه؟ هلو أنا هنسى. أنا شلون؟ هلو أنا عبور. إيه تفضل. أنا بس أنسى بداية أسابة ما نعود نحل سؤال 13 إذا بصير تعيد حل السؤال 11 لأنه زين كان في عالم ما فهم مع السبعة. طيب ماشي هلا منعيد مصطفى منحل هدول وبنرجع آخر 5 دقايق من الدرس منحله ماشي بس نلحق الأسئلة لأني ما تم معنا ربع ساعة ماشي؟ تمام يلا سؤال 13 مين رح يحل لي؟ أنا تفضل يلا. aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç sonuç ilişki söz konumusudur? Ense C cevabı. Tamam. Lan cümle قول لي ليش جوابك C. Tamam. Güzelliği o konusunda biraz daha hassas davranmalıyız. Ense mal ala ma fi amaç yani. أيوة برافو هاي ما عندي فيها أمج ما فيها هدف دوزنلي أولما كونوسوندا براز دها حساس دفران ماليز. طيب الجملة بي كندلرينة جلجي هزرليلار دورو يولار دار أنسى أنا محتار بين هاي وجي بس هاي جي أنا جواب ينصر. أيوة كندلريني جلجي هزرليان لار دورو يولدادر فيها شيء أماج هاي؟ هاي ما فيها أماج. طيب منشوف الجملة جي gerçeğini kitapla buluşturmak için çalışmalar yapıyor. Ense bulo mişan الكتب için çalışmalar yapıyorlar. أيوة معناتها أنا إيش الهدف عندي هون؟ إيش هو الأماج؟ gençleri kitapla buluşturmak için إيش الصنوج؟ تشالش مالار يابليور. هاي إيش جوابي معناته؟ جي. طيب نجي هلا على السؤال 14. بسرعة حلو. بسرعة حلو. يلا حلو إبراهيم. خلي حلو إبراهيم.
aşağıdakilerin hangi yay ağaç içinde veren anlam ilişkisi yoktur? إيش المطلوب عندي هون؟ مثل متوى السؤال اللي حللناه يا مصطفى، عب اللي بين القوسين مثلا إيش كاتب لي؟ إيش عب اللي أنلام إليش كسي يوكتور؟ يعني أنا هي الخطأ، عب اللي أي جملة أنلام إليش كسي يوكتور، عب اللي أنا هي الخطأ الموجودة. في عندي ثلاث جمل صح وفي جملة خطأ. يلا شفنا أول جملة. يامور أظن سوري يابري إتيت Dağlar önden kurdu. Ana rahatla cümle aida. Yağmur uzun süre yağmadığı için tarladaki ürünler kurudu. Şu sar عندي بالمنتجات بال مثلا بالاراضي الزراعيه ايش صار فيها؟ كرودو جفت. ليه جفت؟ ندان ürünler kurudu. Yağmur yağmadığı için. Bravo. Yağmur yağmadığı için. Ma'ata hay iş lazım tkun? Bedel amaç sonuç iş lazım tkun? Neden sonuç? Sebep sonuç. Bravo. Lazım tkun neden sonuç au sebep sonuç. Ma'ata ay cümle hiye hata? La. Ma'ata cevabna a. Tayyib, nşuf bayit cümel. Ana rah aqra hon. Cümle bi ish abtqli? Ankara'yı bilmediğinden Atakule'yi bulmakta zorlanmış. Sebep sonuç. İşte sebep hon, işte عندي bulmakta zorlanmış. Nedeni şu Ankara'yı bilmediğinden. طيب بينما اللي بعده Ankara. Ayo cümle C Cahit Sıtkı Tarancı'yı çok sevdiğim için onun tüm şiirlerini ezberledim. سبب سونوج زاتن هون كمان واضحة. منشوف الجملة الأخيرة. Küçücüklüğünden beri kurduğu hayali gerçekleştirmek için شايفين هون في عندي أنا مشان أحقق خيالي مشان أحقق حلمي ما تأش دي يكون عندي أماج سونوج. واضح هذا السؤال؟ يلا خلونا على السريع مشان لحق الوقت ننتقل على السؤال 15. مين عم بقول أنسي أنا؟ هسه احله انا نغم. يلا نغم حلي. Bu bahçeden onarlanmış cümlelerin hangisinden neden sonuç ilişkisi vardır? Bir, bugüne kadar annemi hiç böyle mutlu görmemiştim. B, annem yüzümüzü hem ağlayarak hem de gülerek öpmemişti hiç. Asef iyi sana imkan bedde tedhol. Hala baktik. Tamam üç, bize yüzlerce kez teşekkür etti. Tamam Nagam. Dört, babama telefonla haber verirken sevilmişçe ağladı. Eser Halil Tobey. طيب ليش بي؟ أنسى هون عم بقول أنم يزمزي هم على كم دقل لك ما مشتهيت. أنسى يعني هون هو عم بقول إنه محتى هي لا عم تضحك ولا حتى هي عم تبكي بقى إنه ما مشتيش يعني؟ أب ما مشتي يعني ما ب يعني ما قبلته وما بسته. هلا هون إيش عم بقول لك نغم؟ إيش المطلوب منك؟ انتبهي على السؤال. Bu parçada numaralanmış cümlenin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Bıddo sebep ve bıddo sonuç. طيب نشوف cümle cümle نحن. Bugüne kadar annemi hiç böyle mutlu görmemiştim. أنا لحد هلا ما شفت أمي فرحانة مثل اليوم. فيها شيء neden sonuç؟ ما فيها. طيب annem yüzümüzü hem ağlayarak hem gülerek öpmemişti hiç. إيشو يعني هون؟ يعني هون أمي ما باستنا يعني عرفتو هون يعني هي فرحانة ولا كانت هي عم تبكي ما باست هون فيها شيء ندن صنوج كمان ما فيها. طيب بزيز لارجكز تشكرتي إيشو؟ هي كمان بزيز لارجكز فيها شيء ندن صنوج؟ لا أنسي ما فيها. طيب منشوف الجملة الأخيرة. بابما تلفونلا هابر verirken sevinçten ağladı. شايفين؟ أنسى حسية.
حيفية ما عادش شو جوابنا؟ ده جوابنا هو ده. يلا بي عندي آخر سؤال بعدين بنرجع للسؤال الـ 11 بعد ما نحل هذا. مين أقول أنا ده أحله؟ أنسى أنا روها. يلا روها حلي لنا يا. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? A. Yattığım odanın penceresinden bütün sokak görünüyor. Ensay mafya. B. Ana himafya amaç. Ana hifya afon. Amaç. Eyvah. Evvel cümle. Yattığım odanın penceresinden bütün sokak görünüyor. Hayfiye şey amaç? La ense mafiye. Mafiye amaç. Tayyip cümle B. B. Hiçbir çocuk onu üzecek bir şey olmadıkça ağlamaz. Ense keman mafiye. Keman mafiye. Bravo. Tayyip cümle C. C. Ne tuhaf, insan bazen kapı komşusundan bile habersiz olabiliyor. Ense heykemen mefiyye. Heykemen mefiyye. Tayyip cümle de. Hevesli olduğumu gizlemek için davetlere hep geç katılırım. Bravo. Mata şu cevap ne? De ense. برافو عليك يا روحة يعطيك العافية. نرجع للسؤال 11. يلا سؤال 11 9 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 إيش هو اليارق أول شيء؟ تعليق. شو؟ كان عب لك. اليارق. شلون نحن منحن إذا سمعانين أنتم بشيء بالأون يارق؟ إيه سمعانين نسير بطلع بالأسئلة. إيه سمعانين. الأون يارق هو نحن بنقول نحن الحكم المبدئي على الشغلة يعني نحن نحكم عليها من قبل ما نشوفها الأون يارق معناتها هون اليارق بيجي يعني بمعنى انه الحكم عرفتوا شنو؟ ايش عم بقول لي هون بهالجملة؟ أي جملة من هدول الجمل جاي عندي الحكم فيها لهي الجملة مع السبب سواء اجوا مع بعضهم تمام؟ يلا مين متوقع بحل لي هذا السؤال؟ ملاك يمكن ملاك يلا يا ملك أول جملة إيش قلنا نحن على الجملة A ışıklandırma yapılan yolda sürücüler daha rahat ilerledi. Ense بسبب الإضاءة اللي صارت بالطريق أنس الشوفيرين أو السواقين صاروا يمشوا بالطريق براحة أكثر. أيوة قلنا هاي هون جاي فيها الحكم بالجملة تقريبا جاي مع السبب شيء سوا. قلنا لا ما هو جاي مضبوط. طيب بالجملة بي اللي أنا رفقاتك ليش حلتي يا بي يا ملك جوابك صح قلنا بس ليش حلتيها بي أنا صعب أقول إيش يعني ده çok yorulduğundan bir an önce eve gitmek istiyordu. أنا الحكم إنه نحن كنا عم نشوفه إنه هو بس بده يروح على البيت. أنا ها هو الحكم وعطيه السبب. السبب لأنه إنه هو بشغله كتير تعبان هيك نحن حكمنا عليه بهالطريقة. أيوة بالضبط معناته إيش هون الحكم هو الحكم المبدئي اللي عنده يعني أنه هو كتير تعبان مشان هيك بده يروح على البيت مشان هيك قلنا أنه عندي اليارق إجا سوا مع السبب. مفهوم السؤال طلاب؟ اليارق مثل ما قلت لكم هو الحكم. نحن دوم نسمع مثلا بنصوص التركية وهيك مثل ما قلت لكم مثلا بقلهم يا زالر أون يارق سندير إيش هو حكمه المبدئي أو هيك تمام. هو اليارق بتجيب معنى الحكم. هلا هيك سؤال بشكل عام بالجملة ده الله ما رح يعدي معكم كثير بس يعني مشان يعني يكون عندكم مثال عنه رح يجيكم مثل ما قلنا الندان صنوج الأماتش أكثر يعني. ماشي ماشي. يلا هلا رح نجي على السؤال التاسع. السؤال التاسع إيش عبالي؟ أنا عشان ما فهمته
ما فهمت السؤال العاشر. السؤال العاشر عب اللي إيش عب اللي برجع بعيد. أشادكي جملةلرين هانجي سندة بير يارغ سببيلة بير لكتاب فيرينمشتر. عطين السبب واليارغ اللي هو الحكم مع بعضهم. إيش هو الحكم المبدأ يعني هون؟ هو إنه هو لأنه تعبان بده يروح على البيت. شايف عطاني هنا إنه يعني إنه عطاني إياهم مع بعضهم. الحكم اللي المبدأ اللي بده يعمله أجا مع السبب مباشرة. عرفت؟ مثل ما بقلكم هيك شيء ما رح يعدي كتير معنا، بس يعني مشان تعرفوا أكثر شيء مثل ما قلنا ندان صنوج، الأمان صنوج، هلا هسه لقدام اليوم أنا أصلاً ما جبت لكم الكشول صنوج جملة لدي، ما جبت لكم منهم هن والأزنال والنسنال، ردت تفرقوا بين الندان صنوج والأمان صنوج بشكل منيح، بس صار واضح الندان والأمان صنوج مزبوط؟ صرنا نميز إمتى بيكون عندي سبب. تست جاي ان شاء الله بلكي هاليومين، اذا لحقت لبكره لحقت، ما لحقت بشوف هالكم يوم رح ابعث للاستاذ اسامه تست تاني، لاني رح نكثف التستات اللي رح ابعته رح يكون على الاوزنال والنسنال ان شاء الله وتعالى، وبصير احط لي كم جمله من الكارش لاشترما، بس على الاغلب رح يكون على الاوزنال والنسنال، انا رايده تركزوا الفقرات بشكل منيح. ماشي ماشي، بس بالسؤال انه بقول حطينا اشارات مسحنا الطريق على السائقين. ايه يعني سي انه هون حط وتسو الاشارات تمام انه سهل الطريق. Işıklandırmayı yapılan yolda sürücüler daha rahat ilerlerdi. Evet, hattı işaret. İşu ammi, işu sarı bil saiqi. Sarı azda kim şu bi suhule. Naam, Ensi. Tamam, Ensi, ana fimta ennu ışıklar yapılan, yani amaç ve sonuç هلا هون مثل بدي اسال لك شغله، بس بدي اقول لك ما في عندي اماج وصنوج، شو طالب مني؟ شو طالب مني؟ اقرا السؤال. قلنا بده اليارقي مع السبب، اليارقي مع السبب، ايش هو السبب؟ السبب مع اليارقي هو الحكم المبدئي، تمام؟ انتوا لا توقفوا عند هذا السؤال كثير، بس انت فهمان السؤال غلط، هون ما بده اماج، ماشي؟ عفوا أنسي، أنا قلت بدي أقول سبب ويارجي، قلت أماج. ماشي يلا، حدا عنده أي سؤال؟ أنسي أنا سؤال 15 ما فهمته. السؤال 12 13 لا أنسي سؤال 15. أنسي بس قبل ممكن تنسي سؤال 15. أنسي بس ممكن سؤال 9. طيب دقيقة شوي، طالما قلبت عليه بقول له عليه بعدين ننتقل على السؤال 9. سؤال 15 شعب بيقول بوغونه كدار أنمي هيج بويله مطلو görmemiştim. هاي الجملة فيها شي ندان صنوج؟ لا لا، يعني أنا لحد اليوم ما شفت أمي فرحانة بهالشكل. فيها شي عندي سبب وفي صنوج بهالجملة محمد؟ أنسى ما في، ما في يا سبب وصنوج. طيب هو ايش بده؟ بده اي جملة؟ بده ندان وصنوج. بده اي جملة فيها ندان وصنوج، تمام؟ طيب نجي على الجملة اللي بعدها. أنم يزمزو هم آلايرك هم جولرك أب ما مشتهج، يعني انه امنا ما باستنا بهالمعنى، لا هي عم تضحك ولا هي عم تبكي. فيها شي سبب وفيها شي صنوج؟ لا أنسي. طيب نجي على الجملة الثالثة، بزايز لارجك كاز تشكرتي، شكرتنا لمئات المرات، فيها سبب صنوج؟ أنسي فيها صنوج، سبب صنوج عم بحكي. لا لا أنسي، بس فيها صنوج.
تمام، نحن شو بده؟ سبب صمود. منشوف الجملة الرابعة. بابا ما تليفون لا هابر ورير كان سبنشتان آلادي. Neden ağladı? Haber verir sebebi nedir? Haber verdi. Haber yüzünden. Eyvah, yani sevinçten ağladı. Tamam, ma'ata hon hayi cümle fiye sebep sonuç ile mi fiye? Fiye. Fiye. Tamam, talama fiye sebep sonuç, ma'ata eş bikun cevabı? Kesin. ده رابع يعني. طيب ننتقل هلا على السؤال التاسع. يلا يا مصطفى رانا السؤال التاسع جملة جملة لنشوف. هسه بس خلي محمود هو يقرأه. محمود انت مين؟ محمود هسه محمود بو جملة aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlede sebep sonuç ilişkisi ortaya çıkar. Dünyada tatlı su kaynakları tamam. giderek azalıyor. Bazı canlı türlerinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu mafi sebebi ense. Ve bunun ha tılla day aşvay hon sual fiyo galat. Daya daya hala entebet. Hon bazon sual ay cümle min hay cümel mafiye sebep sonuç. Daya aşvay. خلينا اقرا السؤال بس شوي. Bunun iklim değişikliği ile olduğu biliniyor. Araştırma sonuçları gelecekte tatlı suyun daha azalacağını gösteriyor. Han hek lazım ikon sual. Hek betوقع هذا السؤال فيه غلط. لا اسه بس يا اسه بقول dünyada tatlı su kaynakları giderek azaldığından dolayı bazı canlı türlerinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Ayşe hek bu tuyur. Ama Ayşe abul Mahmud ile cevap be. Ayşe hala ezeden ne bu taha? Cümle ma al cevap be. Ayşe ma bu tuyur. Hayatta kemene ezeden. Mazbut. Tab Ayşe huve sebep sonuç. Ma fi o. Fi sonuç bes sebep mele mevcut. Tamam hebre ayı ah. انتبه لا في غلط بالسؤال عندنا هون. هون لازم يكون ما فيه سبب صمت. حسب تكوين السؤال او بالجمله يعني ما فيها. ايوه هون هذا السؤال فيه غلط. اذا ما فيه مثل ما بتقولي انه ما هو سبب صمت بصير البي والدي. تمام خلوا لي هذا السؤال طلعوا خلوا لي هذا السؤال حصة الجاي إن شاء الله بنتناقش فيه. فيه فيه غلط هذا السؤال ماشي؟ طب أسهل أنسى بس بحسب وقت لما تحس فيه ولا ما رح تحس بالغلط السؤال؟ ما هي مشكلة أستاذ بحسب هذا السؤال ما بحاسبكم عليه. أنت ما رح تحاسبينا هالسؤال؟ لا لا ما رح أحاسبكم عليه. ماشي؟ أنسى شو رح نشوف العلامات؟ علامات أستاذ أسامة مثل كل مرة هو رح يبعث لكم إياها. تمام. تمام طلاب، في حدا عنده أي سؤال بشكل عام عن البحث؟ الأسئلة بشكل عام كلياتها سهلة، إذا انتبهتوا أنتوا لحالكم حليتوها، يعني ما فيها صعوبة أبداً. ماشي؟ إيه. حدا عنده أي سؤال عن الفقرات عن الأسئلة هون أي استفسار؟ لا أنسى يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب. ماشي برافو عليك مصطفى عن جد انتبه على هذا السؤال أنا ما كنت منتبهة لأني متوه كانت الصراحة صغيرة عم تبكي وهيك وقت كنا عم ناخذ هالسؤال شوي ما كنت مركزة معكم. ماشي منشوف بلكي حصة الجاي. ماشي الله يعطيكم العافية يا رب. بدي علامات كويسة ها؟ تمام ماشي ودرسوا أول بأول مثل ما بقلكم حضروا مشان تيست بكرة أو هالكم يوم يعني إذا ما بعتوا بكرة ببعتوا هالكم يوم رح أبعث لكم تيست على الأزنال والنسنال. ماشي؟ ماشي أنسي. ماشي الله يعطيكم ألف عافية يا رب. يعطيك العافية أنسي. العافية الله يعافيكم.